مساء الخير حبايبي، جمعة مباركة. رجعنا لكم اليوم في تجديد بعد غياب طويل. بعد ما كملنا صلاتنا قرأنا قراننا، الحمد لله والشكر، دعينا لكم ربنا يوفقنا ويوفقكم. سوقنا زي ليش الشمر اللي سوقنا لا سلاحة أي حبة طيبة هي أنا في السبب ذي كمثلات فاشنو هل ناخذ ليش الشمر؟ لا أنا قام يذبهم علي، قلت ليش تلمروا معي أنا خليهم إحنا ناخذها ودي أشوفني إنه جبت ليش كل شيء تريدينه. وأنا أعتذر عنكم هاي الفترة لأن كنت رحنا كملنا كارتات اللقاحات مالتنا، وصراحة صورت لكم ما رحنا وش نسوينا، بس ما عندي مجال أسوي مونتاج، وهذا سويته لأن يعني فيديو ما يحتاج مونتاج وفيديو قصير. مجرد شاركتكم روتين وإن شاء الله يعجبكم، انتظروني بالأيام الجاية إن شاء الله أنزل لكم الفيديو، بس يصير عندي مجال إن شاء الله. هذا قدانا مال البارحة بعد ما جينا، لأن هسه إحنا رجعنا لأهلي حاليا دا ندرس هنا، إن شاء الله يعجبكم. وهنا أنا تعشيت همات ويا زوجي لأن جم الشغل سويت له، يعني أنا ودائما أتقدم وأتعشى بس عجبني أتعشى لأن كنت جوعان البارحة ما أعرف ليش. وهنا أنا جهزنا الكابتشينو مالتنا مال البارحة بالليل، وبالعافية علينا وعليكم. ولا تنسوا اللايك واشتراك بقناتنا، هو لو فيديو بسيط بس إن شاء الله يعجبكم، حبيت أشارككم. ولا تنسوا مشاركة المقطع يا أقاربكم وأصدقائكم، أهلا وسهلا بكم ويا عائلتنا عائلة نور، نوروا قناتنا بأي وقت.